بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا إلى قول الإمام العلامة الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه في شرحه على السنوسية الكبرى عند قوله: وأما ما احتج به المتكلمون من اختلاف الشبهة بحسب أن الناظر فيها ابتداء تقوده إلى الجهل، والناظر فيها بعد العلم لا تقوده إلى شيء، والناظر فيها عقيبة نظره في شبهة على النقيض تقوده إلى الشك، وما اختلف لم يرتبط بشيء فغير مسلم. هذا هو الخبر بتاعه. وأما وما احتج يعني وما احتج به المتكلمون فغير مسلم، هذا هو ايه مبتدأ، وهذا هو ايه الخبر. يعني الكلام اللي بيقوله وما احتج به المتكلمون، هذا في اي سياق؟ يعني بيتكلم على النظر الفاسد، يا اما الخلل او الفساد يكون فيه ايه. يعني يقول اما الفاسد انواع، ان كان فساده لعدم تمامه لم يستلزم شيئا اتفاقا، وكذلك ان كان لفساد نظمه كالاستدلال بجزئيتين او سالبتين يعني لم يستلزم شيئا، وان كان لخلل في مادته يبقى فقولان مشهوران انه لا يستلزم الايه الجهل، وهو رأي ايه المتكلمين. يعني هذا القول ان كان الخلل مقابل ايه السابق، يعني الاقوال السابقة ان كان لعدم تمامه لا يستلزم شيء. طب وان كان الفساد لنظمه بسبب نظمه كالاستدلال بجزئيتين او سالبتين ايضا لا يستلزم شيئا. اما اذا كان الخلل في المادة فهناك قولان، قول انه يستلزم خلاص، وقول انه لا يستلزم، فقولان مشهورة انه لا يستلزم الجهل هو رأي المتكلمين، وقيل يستلزم وهو رأي المنطقيين وهو الصحيح. ثم استدرك وقال وأما، كأنه بيرد على ما احتج به المتكلمون من اختلاف الشبهة بحسب أن الناظر فيها ابتداء تقوده إلى إيه؟ إلى الجهل. يعني هنا استلزم الإيه؟ الجهل، والناظر فيها بعد العلم لا تقوده إلى شيء، إن لم يستلزم شيء، والناظر فيها عقيبة نظره في شبهة على النقيض يعني شبهة الجنة تقود إلى الشك. فكيف يقال إنه إيه يستلزم ليه؟ ده في ثلاث أقوال مش قول واحد، يعني في اختلاف. وبقول وما اختلف لم يرتبط بشيء، خلاص كده. ففي هذه الحالة ماذا قال؟ قال هذا غير إيه غير مسلم، يعني لمين؟ للمتكلمين. يعني هذا الاحتجاج لا يسلم لهم. هاتنا الحاشية يا مولانا.
قوله وما احتج به المتكلمون أي على عدم استلزام الدليل فاسد المادة بشيء. وحاصل الاحتجاج أن وجدنا فاسد المادة تارة يستلزم الجهل، وتارة يستلزم الشك، وتارة لا يستلزم شيئا، فله ثلاثة أحوال مختلفة، وما اختلف حاله لا يرتبط بشيء معين. يعني ما دامت مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا مش مرتبط بشيء معين، ليس مرتبط بشيء معين. وحينئذ فلا يصح القول بأنه يستلزم الجهل. قوله من اختلاف الشبهة إلى آخره بيان لما جمعنا. وأما ما احتج به المتكلمون يعني على عدم استلزام الدليل فاسد المادة لشيء، يعني حجج المتكلمين تنصب أن الدليل إذا كان لفساد مادته، بالنسبة لفساد النظم تكلمنا ايه فيه، انما الان في فساد المادة. المتكلمون حججهم تنصب على انه ليس مستلزما لشيء. واما ما احتج به اي على عدم استلزام الدليل يعني اذا لا يمكن تعيين شيء لانه فيه اكثر من شيء، يعني على عدم استلزام الدليل لشيء. وحاصل الاحتجاج يعني ما هو احتجاجهم؟ ان وجدنا فاسد الماده تاره يستلزم الجهل، وتاره يستلزم الشك لو كانت الشبهه على النتيجة، وتاره لا يستلزم شيئا إن كان بعد ذلك. إذن فله أحوال مختلفة ثلاثة، وما اختلف حاله لا يرتبط بشيء معين. يبقى حينئذ لا يصح القول بأنه يستلزم الجهل، لأنه صحيح يستلزم الجهل تارة ولا يستلزم شيئا تارة أخرى، ويستلزم الشك تارة أخرى. فكيف نعين استلزام الجهل فقط مع انه له احوال له احوال مختلفه، وما اختلف حاله لا يرتبط بشيء معين. يلا قوله من اختلاف الشبهه، قوله من اختلاف الشبهه يعني بيقول ما احتج به. ايه اللي احتج به؟ اللي هو اختلاف الشبهة، يعني كلمة من اختلاف الشبهة بيان لما في قوله وما احتج. وما يعني كأنك بيقول ايه اللي احتج به؟ اختلاف الشبهة. والشبهة النظر الفاسد. ايه معنى الشبهة؟ اللي هي النظر الفاسد، لان النظر لو كان صحيحا يبقى دليل، ما يبقاش شبهة. يبقى الدليل هو الذي يتوصل لصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ولما يكون صحيح النظر يسمى دليل، ولما يكون فاسد يسمى شبهة. كقول الفلاسفة العالم معلول لعلة قديمة. يعني عاوز أجيب لك مثال للنظر الفاسد أو مثال للشبهة. بط الخربش قاعد في بطط قاعدة جنبنا، قلت له ما يعمل كده، طب ولازم تجيب حاجة شكل، هات كيس ناعم قماش بدل ما تجيب كقول الفلاسفة العالم معلول لعلة قديمة وهو الإله، وكل ما هو كذلك فهو قديم بقدم علته. يعني شبهة الفلاسفة لما يعتبروا انها دليل يقول لك العالم معلول والعلة بتاعته قديمة، وكل ما كان معلول لعلة قديمة فهو قديم، فهذه شبهة. فهذا ينتج ان العالم قديم، ولذلك احنا نقول لك رد على شبهات الفلاسفة وليس على ادلتهم، لأنها ليست أدلة، لأن النظر فيها فاسد. زي ما نسموها شبهات.
ليه سموها شبهات؟ لأن كلمة إيه شبهة، يعني سميت شبهة لأنها تشبه الدليل، أشبهت الدليل. ما هي كده في النظر ده، في الترتيب ده زي الدليل. العالم معلول لعلة قديمة، وكل ما كان معلولا لعلة قديمة فهو قديم، يساوي العالم العالم قديم. كده انت تتهيألك ان ايه دليل، ولكنها ايه شبهة. طب الشبهة هنا ليه؟ لفساد الصورة ولا لفساد المادة؟ هنا المادة مش الصورة، لأن الصورة سليمة 100%، وهنا حصل ليه التوهم. تمام كده. يلا ليه بقى المعلول للعلة يكون ايه قديم لو كانت العلة قديمة؟ لأنه المعلول والعلة يتلازمان وجودا وعدم، ما فيش معلول وما فيش علة، ما فيش علة وما فيش معلول. الله أكبر. بعد الصلاة إن شاء الله. الكلام في الفرق بين الشبهة والدليل. الشبهة هي النظر الفاسد، كقول الفلاسفة. أقول النظر الصحيح يبقى معناها هو ده الدليل، لأنه غير تعريف الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب قبل. أما فاسد النظر فهذا هو الشبهة. والمثال قول الفلاسفة: العالم معلول لعلة قديمة، وكل العلة عندهم الإله علة أو عندهم صدرت عنه الكائنات، وكل ما هو كذلك. يعني إذا كانت العلة قديمة فمعلولها قديم، فمعنى هذا الذي ينتج منه قدم العالم، وهذه عقيدة من الفلاسفة. فالذي قالوه شبهة ولا دليل؟ لأنه كون العالم معلول ده هذا هو الفساد، لأنه النظر هنا من فاسد من حيث المادة وليس من حيث الصورة أو النظر، فهو صحيح من حيث الصورة، ولكنه فاسد من حيث المادة. زي المثال الثاني، صورة فرس في الحائط، هذه فرس وكل فرس صحال، فهذا كان الفساد راجع للمال، اما الصوره صحيحه. واضح؟ يلا يا مولانا. قوله ابتداء ما احتج به المتكلمون من اختلاف الشبهه بحسب ان النظر فيها ابتداء، يعني النظر في الشبهه على ثلاث احوال: اما ابتداء، يا اما بعد العلم، يا إما عقيب النظر في شبهة مناقضة. فعشان كده قال ابتداء، وقال تاني بعد العلم، وعقيب نظره في شبهة مختلفة مناقضة ضد. قول أي قبل النظر في غيرها. ابتداء يعني قبل النظر، أو معنى كلمة ابتداء يعني بداية، من لم ينظر في شيء قبله في غيرها، يعني من لم ينظر، بخلاف لو كان نظر في شبهة أخرى حيؤدي إلى الشك، يبقى كده لا يقوده إلى شيء إذا كان نظر فيها بعد العلم، لأنه تحصيل حاصل. قوله بعد العلم أي بحدوث العالم بالدليل، وهو العالم متغير، يعني نظر في النظر ده لو في الشبهة بعد العلم، يعني
بعد العلم بالدليل الذي يدل على حدوث العالم وهو العالم متغير كده، لما ينظر فيها في الشبهة لا تقوده إلى إيه؟ إلى شيء. إلى شيء. لا، وإذا نظر فيها عقيبة شبهة مناقضة أتقود حيشك هنا، هيحصل شك، يعني ده الأولى ولا ده الأولى، إذا يستوي عنده الطرفان، هذا هو معنى الإيه؟ الشك. أما لو نظر فيها ابتداء هذا يقوده إلى الجهل. هي معنى ابتداء يعني قبل النظر في غيرها. قوله لا تقوده إلى شيء أي لما تقرر عنده من العلم بحدوث العالم من الدليل الذي نظر فيه أولا. آية تمام، لا تقوده إلى شيء، خلاص تقرر عنده من العلم بحدوث العالم من الدليل الذي نظر فيه أولا. عشان كده إيه الابتداء اللي هو إيه لم يسبقه شيء، إنما هنا سبقها إيه الدليل، نظر فيها وكان نظر في الدليل الذي قاده إلى العلم، يبقى بعد العلم في حاجة ثانية. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الله، ما فيش حاجة خلاص. قوله والناظر أي والناظر فيها عقيبة، كلمة عقيب الأفصح، الأفصح فيها سقوط الياء، عقب يعني هي صح، لكن الأفصح أن تسقط الياء عقبة، هذا صحيح ولكنه إيه ضعيف. مثلا بس الأفصح فيها سقوط الياء. والناظر فيها الأول يقول عقب نظره في شبهة على النقيض تقوده إلى إيه؟ إلى الشك. قوله والناظر إلى آخره كأن ينظر أولا في شبهة، وهي الإله موجود وكل موجود جسم، ثم ينظر ثانيا في شبهة أخرى. يعني نظر في شبهة وبعد كده إيه؟ نظر في شبهة أخرى بس إيه؟ نقيض الإيه؟ الأولى. الأولى كان إيه؟ الإله موجود وكل موجود جسم، كأنه لا يعترف بأنه غير الجسم مالوش وجود وكل موجود جسم، لكن الشبهة اللي هتناقض كده، شوف كده، الإله علم وكل علم معنى، هنا يحصل له الشك، هل الإله جسم ولا معنى؟ أصل الشبهة الأولى تقوده إيه؟ إلى نقيض الشبهة الثانية. الأولى قادته إلى أن الإله جسم كالشبهة التي يتمسك بها إخواننا البعض اللي هم يجسمون الإله ويشبهونه، فهنا قادتهم إلى التجسيم، لكن لو نظر في شبهة على النقيض الإله علم وكل علم معنى، يبقى الإله معنى، يبقى هنا هيحصل إيه الشك، هل هو الإله جسم ولا معنى؟ قوله على النقيض أي المنافي لما دلت عليه الأخرى. يعني الأخرى دلت على أنه جسم، وهذه دلت على أنه ليس بجسم وإنما هو إيه معنى. قوله لم يرتبط بشيء أي معين. يعني مش بشيء كده على الإطلاق، ولكن مراد بشيء معين. ليه؟ لأنه بتختلف الأحوال، مرة ترتبط بجهل ومرة لا ترتبط بشيء كده، ومرة ترتبط بالشك، يبقى المراد بشيء معين. وإن كانت هي ترتبط بشيء على العموم لكن ترتبط بشيء معين. يعني على العموم مرتبط، إنما المعين هو الإيه المنفي. وحينئذ فما اختلفت مادته لا يستلزم الجهل. وحينئذ بناء على كده ما اختلفت مادته لا يستلزم الجهل، لا يستلزم الجهل، لأنه تارة يستلزم الجهل وتارة لا يستلزم شيئا وتارة يستلزم الايه الشك.
طب متى يستلزم هذا ومتى يستلزم هذا؟ بحسب ايه؟ لا بحسب الحالة، اذا كان ابتداء او عقيبة نظره او ايه في شبهة المنظر. حسب النظر ابتداء ولا عقيبة؟ نعم. قوله فغير مسلم خبر ما اللي هي في الاول، وما احتج به المتكلمون فغير مسلم، يبقى فغير مسلم خبر ما من قوله وما احتج به. وقرر الخبر بالفعل بشبهه بالشرط في العموم. يعني كان المفروض ما يقولش ايه فغير، يقول لك وما احتج به المتكلمون غير. يبقى هنا سر اقتران الخبر بالفاء لشبهه بالشرط في العموم. يعني مثلا زي ايه؟ كل ما احتج به المتكلم. اي طبعا قال الشارح لأننا نقول إن لازمها على الحقيقة الجهل. لأننا نقول خلاص كده، وما اختلف لم يرتبط بشيء فغير مسلم، يعني احتجاج أو ما احتج به المتكلمون لا يسلم لهم. ليه؟ لأننا نقول إن لازمها على الحقيقة الجهل. وإنما انتفى عن العالم اعتقاد صدق نتيجتها في نفسها. كفى عن العالم اعتقاده. وإنما انتفى عن العالم اعتقاد صدق اللي هو العالم نظر فيها بعد العلم. وإنما انتفى عن العالم اعتقاد صدق. وإنما انتفى عن العالم اعتقاد صدق نتيجتها في نفسها للعلم بضدها لا لعدم العلم بالربط بينهما. انا عاوز هنا يعني كانه ايه لما قال انه الناظر فيها بعد العلم لا تقود، تنويع الاحوال التي ايه قالها المتكلمون. فبيقول لازم الشبهه في الحقيقه هو ايه؟ هو الجهل. طيب لماذا انتفى العلم عن الناظر بعد العلم؟ انتفى عن العالم اللي هو نظر بعد العلم اعتقاد صدق نتيجتها في نفسها للعلم بضدها لا لعدم العلم بالربط بينهما. يعني كأنه عالم بأن ضدها هو الصحيح، فلأجل هذا انتفى أنها أفادته علما، لأنه خلاص علم بأن الضد هو إيه؟ هو الصحيح. وهذا إيه؟ هو سبب انتفاء العلم، وليس عدم العلم بالربط بينهما. يعني بين ايه وبين ايه؟ بين النظر في الشبهة وبين النتيجة المترتبة، فلا بد يكون في ربط. زي العالم معلول لعلة ايه؟ قديمة، وكل ما كان كذلك فهو قديم ينتج ايه؟ العالم قديم، ففي ربط بين المقدمات وبين النتائج. هذا ليس منتفي عن العالم، وإنما الذي انتفى عنه لأنه عالم بالضد. خلاص كده؟ يلا. وكذلك الناظر فيها عقيب النظر في شبهة، وليس شكه من مجرد الشبهة بل من تعارض الشبهتين. لأنه لو كان شكه من مجرد الشبهة يبقى من غير ما ينظر فيه الشبهة الأخرى، وإنما الشك جاء بسبب تعارض الإيه؟ الشبهتين. إما قلنا كده الناظر فيها يعني في الشبهة عقبة أو عقيبة نظري في شبهة على إيه؟ على النقيض. زي ايه؟ زي ما قلنا لكم كمن نظر في شبهة مجسمة او ما يدعون انهم سلفية، من نظر في شبهاتهم يتوهم ان الله تعالى جسم، ثم نظر في شبهة النصارى
فهيحصل له توهم أن الله صفة قديمة، لأنهم يقولون أن الإله إيه؟ ثلاثة أقانيم، ويقولون أن الأقانيم هي عبارة عن صفات العلم والوجود والحياة. فالذي ينظر في شبهة النصارى يتوهم أن الله صفة، فيقع له الشك في أنه تعالى جسم، يعني مين الحق مع مين؟ مع الجماعة المتمسلفة ولا مع النصارى؟ يعني السلفية دولة اللي هم يجسمون ويشبهون، والمعاصرون كذلك جميعا لا يعرفون إلا التشبيه وإيه؟ والتجسيم. فمن نظر في شبههم يقارن بينهم وبين النصارى، أهم خير أم قوم تبع؟ فلا دول صح ولا دول صح، وكلاهما على باطل. يعني مذهب النصارى فاسد وباطل، وكذلك مذهب هؤلاء. واضح؟ كان في بعض مشايخنا يقول إن إيه؟ هؤلاء لا يعبدون في الحقيقة إلا إيه؟ المتوهم صورة الجسمية التي يتصورونها للإله. خلاص؟ حتى العلماء أهل التحقيق والتدقيق قالوا عن النصوص التي يفهم من ظاهرها أنه تعالى جسم، أنه له يد، أن له عينين ولسانا إلى آخره، سموها النصوص الموهمة، الموهمة للتشبيه. والوهم إنما هو في عقول هؤلاء وليس في النص، لأن النص معصوم. فأي واحد منهم يقول أنتم بسموها النصوص الموهمة، والشيخ بتاعكم قال كده، الشيخ إبراهيم اللقاني قال وكل نص أوهم. قال الإيهام ده ليس راجع للنص ذاته، ولكن لفهم المساكين دول أو لمحدودية عقولهم. يعني أوهم التشبيه بسبب فهمهم وبسبب غبائهم وجهلهم. هذا هو الإيهام، جالهم منين؟ من العقول الضيقة، لأنهم لا يتصورون موجودا في غير جهة، وموجودا مثلا يتكلم وليس له لسان وليس له حروف وله أصوات. سمعت أحدهم لما يقرر أهل العقيدة يقولون إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يوصف بالكبر ولا بالصغر، هذا هو التنزيه. فيقولون بالله عليكم، كنت واحد كده يحلف الناس بالله، يقول لهم أقسم عليكم بالله، أي فرق بين صفات الإله عند الأشعرية وبين العدم؟ هتقولي كده فرق واحد بين الإله وبين المعدوم، ما هو المعدوم ده لا يقال فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا كبير، كل ده منفع عنه. إذن أنتم ليس عندكم إله، ما فيش حاجة. لو كان في إله في مكانه، هم لا يتصورون في حد موجود إلا إذا كان لي مكان ولي جهة. فهمت؟ الله وكذلك الناظر فيها عقيب النظر في شبهة، وليس شكه من جرب الشبهة بل من تعارض الشبهتين، وهو في الحقيقة تعاقب رأيين لا استرابة بين معتقدين. لا استرابة تعاقب رأيين لا استرابة بين معتقدين، الذي هو الشك، أو لا استرابة، ده مش نافع للجنس الواحد اللي تمام ليس لا استرابة، يعني تعاقب لا استرابة، وليست هذه لا إنها. يبقى كده نلخص هذا الكلام، إنه المتكلمون يرون أن النتيجة التي تترتب على النظر الفاسد لا تستلزم الجهل. ليه؟ لأن نتائجه تختلف من شبهة لأخرى،
فالناظر في الشبهة ابتداء تقوده إلى نتيجة فاسدة، وهو حينئذ يقبلها النتيجة الفاسدة، وهي في الحقيقة جهل. لماذا قبلها؟ لأنه يظنها علما. وهؤلاء لماذا يتمسكون بالتجسيم والتشبيه؟ عارف ايه عندهم؟ يعني شبهة عذر، عقولهم لا تستوعب او لا تفهم او لا تتصور انه في موجود وينفى عنه الايه التحيز والجرمية والفوقية والتحتية والكلية والجزئية. ولذلك لقيت فتوى يعني عسى الله تعالى يعني للعز بن عبد السلام بايه ما يرفض فيها تكفير. طبعا في ناس شددت عليهم وخاصة المالكية يعني شداد جدا، حتى بعض أئمة المالكية وفي المغرب بالذات أبطل الصلاة خلفهم، الصلاة وراهم باطلة، وممكن يكون محق بس يمكن يعني مش عايزين احنا يعني نحاول امورنا دي. لكن العقائد ما ينفعش والله فيها المجامله ولا انصاف الحلول، يا احنا على حق يا هم على حق، ما ينفعش ايه مره كده ومره كده، لازم يكونوا واضحين يعني. فقال انه حتى لا تجوز مناكحتهم ولا توريثهم ولا الصلاه خلفهم، ومن صلى وهو لا يعلم انه يصلي خلف مجسم ثم علم اعاد. ولكن الشيخ العزي بيقول ايه والله يقول لك عفا عفا، وانا مش معاه طبعا في الدرس، بنقول لكم الكلام. والعفا الشرع عن المشبهة والمجسمة لغلبة التشبيه على عقول الخلق، ولم يتردد في تكفير او في كفر الحلولية والاتحادية، يعني اهل الحلول والاتحاد كفرهم. و يعني نقل ايه كلام العلماء بأمانة. لكن ما يعذرون به ليس هو ايه غلبة التجسيم، وانما هو الجهل. فبعد البيان وبعد إقامة الحجة لا يعذرون. ولذلك قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فيحدث الايه البيان. فان رفضوا يبقى ايه اضلهم بعد الايه بعد الهدايه، كقوله تعالى فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. بعد ما تبين له الحجه يقول لك لا انا متمسك بكلام ابن تيميه بكلام فلان، ويرفض ايه اتباع الايه الجمهور. واحد جاب لي من امس تقريبا مجله بتاع أنصار السنة فيها شتائم وتطاول على الأزهر، بيقول لك سبب البلاء كل ده رجل قال صوفي، رجل صوفي اسمه إبراهيم اللقاني هو ده سبب البلاء ده، حيث قال كده إيه البلاء كله اللي في الجوهرة في بيت واحد، يعني كل الجوهرة دي المصيبة الكبيرة اللي فيها قوله وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض هو ده. قال سبب البلاء كل هذا البيت الذي نظمه رجل صوفي، شوف رجل كأنه نكر غير معروف، ولم يذكر في الأهل الاسم اللي قال لا يعبأ به. وقال وما زال الأزهر، المجلة لسه في الأسواق، وما زال الأزهر قال يدرس هذه العقائد الفاسدة الباطلة. وطبعا الناس اللي ما تعرفش السنة وما تعرفش الشبهة وما تعرفش الدليل يظنون انهم على الحق واننا جميعا على الباطل، وهذا هو السائد في الاوساط في الجامعات وفي الفضائيات وفي الثقافه السائده بين الناس. هو زمان كنت لما تركب تاكسي مثلا وتقول للرجل وديني السيده زينب او سيدنا الحسين يفرح يقول لك ماذا بقران الفاتح، وممكن ما يخش والله. في مره واحد كان معوش ياخذ مني فلوس بس قران الفاتح. دلوقتي لما نقول له سيدنا الحسين انت مش رايح المسجد، رايح المنطقه، يقول لك شرك. يا بني انا مش رايح
لا اله الا الله شيء. او لا قل لا اله الا الله جدد ايمانك. انا مش رايح المكان الحي اسمه كده الحسين، اقول وديني مثلا عند اللات والعزة عشان تتبسط. انا بقول له واحد في مكة بقول له وديني تاكس، وديني عند السيدة خديجة، ما قلتلوش انا رايح لزيارة ولا تبرك، بس بقول له يا شيخ هذا شرك لا يجوز. قلت له انا ساكن هناك، الفندق بتاعي هناك. قال لا انت ما راح تتبرك؟ قلت له اتبرك في ايه هناك؟ قال في السيده خديجه هناك. قلت له يعني الناس بتروح؟ قال لا بيروح يتبركون. قلت له خلاص يا شيخ الله يكرمك، انا كنت يعني رايح السكن فانا حروح اتبرك. مش انت اللي قلت لي اتبرك؟ زي ما كانوا زمان يقفون في الطرق على ابواب مكه يقولوا ده في رجل سفيه رجل مجنون، ويمكن الرجل اللي داخل مكه داخل تجاره ومش عارف عن سيدنا محمد شيء، فهم يروحوا عاملين دعايه له من حيث لا يشعرون، فيجد الناس بعد ما يخلص تجارته يقول اروح اشوف الرجل اللي بيقولوا عليه مجنون ده، اشوفه ايه نوع الجنون عنده، استمع اليه، عاوز الرجل يعني يرفه عن نفسه عن وقت كده لحد ما القافله تعود. فاول ما يستمع اليه يجد الحكمه ويجد المنطق فيعتنق ليه الاسلام. فهم عملوا ايه؟ دعايه له صلى الله عليه وسلم، كانوا يحذرون الناس منه. يبقى اذا الناظر في الشبهه ابتداء ها تقوده الى شبهه فاسده، وهو حينئذ يقبلها وهي في الحقيقه جهل يظنه علما. ولو كان عنده علم قبل النظر فان هذه الشبهه لا تكون مقبولة عنده، فلا تعقبه يعني بعد النظر فيها جهلا، لأن أصلا غير مقبولة. ولو كانت عنده شبهة سابقة على النقيض من هذه الشبهة وقع في الشك، كما النظر في شبهة المجسمة وفي شبهة المعتزلة، دول نقيض دول ها، أو في شبه النصارى. ولو كانت عنده شبهة سابقة وقع فيه في الشك، ومن هنا اختلفت النتيجة في الأنظار الفاسدة، يعني النتيجة في النظر الفاسد ليست واحدة، والاختلاف لا ينتج نتيجة واحدة حتى يقال إنه ينتج الجهل. عشان كذا رد على حجج مين؟ المتكلمين. يلا من أول. وكذلك خلاص كده، وكذلك الناظر فيها عقيبة أو عقب، مش كده؟ كلمة وكذلك عطف عليه الناظر ابتداء من الناظر فيها بعد العلم، وكذلك الناظر فيها عقيبة، يبقى عطف على اعتقاد، أي إنما انتفى عنه اعتقاد صدق النتيجة لما ذكر، ولم ينتف العلم بالربط بينهما أي بين الشبهة والنتيجة، بل يعلم أنهما مرتبطتان. نعم. وأنها منتجة، ولكن لم يعتقدها للعلم بضدها. يبقى أنت الآن تطمئن على نفسك، واحد يقول لك طب أنا أدرس شبه المعتزلة وشبه الفلاسفة، ماشي ادرس زي ما أنت عاوز شبه النصارى واليهود، لأنه لا يمكن حيحصل عندك اعتقاد لها لأنك عالم بضدها، فما يخافوش عليك. إنما اللي حينظر فيها ابتداء وهؤلاء إيه؟ يا ليتهم درسوا في الأزهر وعرفوا الأدلة ثم نظروا في الشبه، لم تقودهم إلى إيه؟ إلى شيء للعلم بالضد، إنهم لا يعلمون الضد فوقعوا إيه؟ فيها ولم يستطيعوا الخروج منها. خلاص ليه؟ لأن نظروا فيها إيه؟ ابتداء. تعال اعرف الفرق بين الدليل والشبهة، اعرف النظر الفاسد والنظر الصحيح، وبعد كده انظر. إنما راح قال ينظر، قال إيه؟ ابتداء. فوقع في شر أعماله. الحاشية. خلاص خلصنا كده إيه؟
وهو في الحقيقة اللي هو النظر عقب النظر في شبهة ليس شكه، يبقى الشك ما جاءش ولكن جاء من تعارض الايه الشبهتين. والشيخ قال ايه؟ قال هو في الحقيقة اللي هو الشك ده تعاقب رأيين، يعني جاء رأي عقب رأي، لا استرابة بين معتقدين الذي هو الشك. يعني هو في الحقيقة مش شك، إنما هو تعاقب إيه؟ رأيين. لأنه لو كان استرابة بين معتقدين لكان هو الشك. الحاشية لأننا نقول إن لازمها على الحقيقة الجهل. وليه قال يا شيخ محمد قال تعاقب رأيين؟ ليه؟ هو في الحقيقة تعاقب إيه؟ رأيين. يعني مش شك، لأنه الشك معناه هو بيستريب، ده صح إن هو رأي بعد رأي. ليه؟ لأنه نظر شبهة سابقة. لا لا، الشبهة الأولى لم تبقى، خلاص علم إيه؟ أبطلن. فذهبت، فجاءت الثانية يعني أعقبتها. يعني ما اعتقده من الشبهة الأولى ذهب وخلفه الثاني، أما إن بقي حتى قابله بالثاني هنا تحدث الريبة ويحدث الشك، لكنه لم يبقى حتى نقول لو كان بقي جينا تعارض وتقع الريبة، إنما الشبهة الأولى زالت ثم جدد شبهة ايه ثانية وحتزول برضه وهكذا. عشان كده قال لا استرابة بين ايه معتقدين، لانه ما فيش معتقد، المعتقد الاول راح. نعم. ها تعاصل ما اعتقدهوش، يعني هو رأى هذا الرأي لكن لم يستقر. لو استقر الشك مش في الاعتقاد، الشك في تعارض، هو مش عارف ده الصح ولا ايش. فهو حتى قبل ان مجرد حصول التعارض، ولا يحصل التعارض الا ببقاء الاول، اما ان زال فيسمى تعاقب رايين. حتى لو كان مش بيعتقده لكن حصل التعارض وحصل الشك او لا، فليس الشك مرتبطا بالاعتقاد وانما مرتبط بصحة ال، ويمكن لسه ما استقرش عنده شيء، بدليل انه بيجيب شبهة تانية وانظر فيها وبيجيب شبهة ثالثة، لانه لو استقر عنده وصل الى الاعتقاد خلاص مش حينظر في شيء، يقول ربنا هداني ويكون ربنا اضله، يعتقد كده. فهي ما زال حتى كلمة الشك صحيحة حتى لو سميته رأيا، لأنه مش عارف ما هو الأصح. قوله إن لازمها على حقيقة الجهل أي في الأحوال الثلاثة، أما استلزامها للجهل فيما إذا نظر فيها ابتداء فظاهر وإذا تركه الشارح، وأما استلزامها للجهل إذا نظر فيها بعد أن نظر في الدليل وحصل له العلم، وكذلك استلزامها للجهل إذا نظر فيها بعد أن نظر في شبهة أخرى لما كان خفيا أشار له الشارح بقوله وإنما انتفى إلى آخره. جميل. يعني عاوز أقول لك الجهل في الأحوال الثلاثة كله جهل، بس في فرق بين البسيط وبين الإيه وبين المركب. وزي يقول أما استلزامها مش كده فين يا شيخ؟ قوله إن لازمها أي في الأحوال الثلاثة، أما استلزامها للجهل فيما إذا نظر فيها ابتداء ظاهر ده ولذلك تركه الشارع، أما استلزامها للجهل إذا نظر فيها بعد أن نظر وحصل له العلم وكذلك استلزام، والاثنين عند لهم تعليل واحد، وكذلك استلزام والجهل إذا نظر فيها بعد أن نظر في شبهة أخرى لما كان خفيا أشار له الشارح بقوله وإنما انتفى عن العالم إلى آخر، اعتقاد صدق نتيجتها في نفسها للعلم إيه بضدها. يبقى العلم بضدها يعني معناها إيه؟ هي تستلزم إيه
الجهل في في ايه في نفسها. اي لا لعدم حصول العلم منه بالربط، بل الربط بين بل العلم بالربط حاصل، يعني بين الايه بين الشبهة وبين النتيجة. فالعالم وتقرأ فالعالم، فالعالم يعتقد ان الشبهة منتجة للجهل وان النتيجة غير صادقة لحصول العلم عنده بضدها، يستلزم الجهل. وفي بعض النسخ لا العلم بالربط بينهما، وهو عطف على فاعل انتفى. فين فاعل انتفى؟ اعتقاد. اي انما انتفى عنه اعتقاد صدق النتيجة لما ذكر، ولم ينتفي العلم بالربط بينهما، اي الشبهة والنتيجة. واضح الكلام كله؟ بل هما مرتبطتان، مرتبطان ولا مرتبطتان؟ مفيش تان، مرتبطان. ويعلم انها نتيجة، هذا النتيجة، وان لم ولكن لم يعتقد صدقها للعلم بضدها. زي واحد مثلا بيغش كده، وانا شفت النتيجة اللي بتطالع الاول، فعالم اعلم ان هذه نتيجة وان المقدمات هي اللي ادت اليها، ولكن كونها صادقة او مش صادقة في نفسها ده شيء تاني. بس هي ده النتيجة المشيئة، زي اللي نجح بالتزوير في الانتخابات خلاص. العلم ان هذه هي النتيجة، انه هياخذ الكرنية وحيروح يستلم العضوية، انما احنا عارفين البير وغطاء. قوله وكذلك، وكذلك الناظر فيها عقب النظر في شبهة. أيوة، مثل الناظر فيها بعد العلم في كون المنفي عنه، إنما يعني المنفي مش هو إيه العلم بالربط، وإنما المنفي اعتقاد صدق النتيجة في نفسها. يعني أنا عارف إنه دي النتيجة وعارف إنه فائز، ولكن لا أعتقد صدقها لأني أعلم أنه غش. والآن الناس تفننوا في الغش. سمعت من بعض المسؤولين الكبار يقولوا إيه، الناس كانت تدخل الكليات الأوائل دولة بسبب إتقان الإيه الغش، وحصل العكس في السنة الماضية، النتيجة نزلت 28، ولو كانت الضوابط أشد لنزلت إلى 8%، ولو كانت أشد لا نزلت إلى 1%، أو إلى العبارة التي كانت سابقا واختفت، لم ينجح أحد. هذه العبارة من أكثر من 30 سنة لم نرها، لا يمكن شاذة. كنت بص النتيجة لك لم ينجح أحد، هذا أفضل لأنه لا مطابق للواقع، أفضل من النجاح بغير حق. والله أفضل. المصيبة أنك واحد جاهل وخلي على حاجة صعبة لم ينجح أحد. كان زمان واحد من المشايخ يقول إيه، ذاكروا وشدوا حيلكم من ذنب إلى في لعب وفي لهو وفي غفلة، يقول يا بني ذاكر، فإن الذي يريد أن ينجح من غير مذاكرة كالذي يطلب ولد من غير زوجة. لكن الآن بيحصل، بيجي الولد من غير النجاح من غير أطفال الأنابيب دولة، طبعا يسموهم دولة يعني نتاج الأنابيب، تدخل الطب وتدخل مش عارف ايه. يلا يا مولانا. قوله وكذلك إلى آخره، مثل الناظر فيها بعد العلم في كون المنفي عنه إنما هو اعتقاد صدق النتيجة في نفسها، لا العلم بالربط بينهما. الناظر فيها عقب النظر في شبهة أخرى، يعني ده زي ده. فالمنفي عنه اعتقاد صدق نتيجتها في نفسها لما تقدم له من النظر في الشبهات الأولى، لا العلم بالربط بينهما. جميل، يعني المنفي هو اعتقاد الصدق، مش المنفي العلم بالربط. قوله وليس اللي هو ايه، وليس شكه من مجرد الشبهة بل من تعارض الشبهتين، يعني الشك ليس للشبهة وإنما لأنها متعارضة مع شبهة أخرى. أي لأن الشبهة لا تنتج الشك،
وإنما تنتج الجهل. إذا ما الذي ينتج الشك؟ هو التعارض بين شبهتين أو حتى بين دليلين، حتى لو كان في دليل معارض دليل آخر يحصل ليه الشك. فكل شبهة إنما تنتج الجهل، فقوله وليس إلى آخره وليس شك مجرد. فكل شبهة إنما تنتج الجهل، يعني ما في الشبهة هتنتج إيه؟ علم. فقوله وليس إيه؟ وليس شكه، مش كده؟ تعليل لما قبله. قوله بل من تعارض الشبهتين، أي فهو جازم بالرفض، وغاية ما هناك أنه يعتقد عدم صدق إحداهما. يعني أنا جازم أنه في رفض، لكن غاية ما في الأمر مش عارف أعين إيه الصادق، عدم صدق إحدى. يعني عندي أن واحدة منهم باطلة لكن مش معينة، متردد في تعارض. فكل شبهة إنما أنتجت الجهل، وعدم جزمه بأحد الجهلين لتعارضهما فقط. يعني ده جهل وده جهل والاثنين متعارضين، فمش عارف أعين مين فيهم. لما يجي واحد يقول لك لما نحكم بإيه؟ ما هما جاهلين، فهي الفرق بين عينا إنه ده جهل لما هو الثاني جهل، لأنه التعارض ده قد يكون أحدهما ليس جهلا وإنما هو العلم، فمن هنا إيه؟ سمى أحد الجاهلين حتى يتضح أن الآخر جهل، لأنه ما زال النظر لسه لم يعني لسه التعارض أداه إلى إيه؟ إلى الشك، فيظن أن أحد الجهلين علم هو الصواب. فإذا تبين أن هذا جهل وهذا سقط معا انتهى الأمر. إنما لسه المسألة في أولها عند الإيه؟ عند التعارض. يلا مولا. وقوله وهو في الحقيقة تعاقب إيه؟ رأيين لا استراب بين معتقدين. هذا إضراب إبطالي، لأن ما مر يفيد أن الناظر في شبهة بعد أخرى عنده شك، إلا أنه هنا قال لك ده مش شك، ده ذلك الشك إنما هو من تعارض ما أنتجه الشبهتان. ما أنتجه آسف، لأن ما مر من كلام المر يفيد أن الناظر في شبهة بعد أخرى عنده شك، إلا أن ذلك الشك مش من النظر في الشبهة الثانية عقيب الأولى، ولكن سبب تعارض الشبهتين. ثم أضرب عن ذلك بما محصله أنه ليس عند ذلك الناظر في الشبهتين شك، وإنما الحاصل عنده تعاقب رأيين أي معتقدين. هو أقول لك ما شرح حالك لك رأي يعني معتقد، هو أقول لك هذا رأي أنا أعتقد، هو رأي وأنت رأي لا تعتقده، فيبقى إذن الاعتقاد ده رأي، ولكن ليس الرأي كل رأي اعتقاد. يعني في آراء نعتقد أنها صحيحة، وفي آراء مجرد آراء بنطرحها للبحث. فقول الشارح وهو في الحقيقة تعاقب رأيين لا استرابة بين معتقدين معناه بل ذلك الشك في الحقيقة إلى آخره. نعم، بل ذلك الشك في الحقيقة إلى إيه؟ إلى آخره. يعني بل ذلك، عشان قال ده إضراب إبطالي، يعني بل ذلك الشك هو تعاقب إيه؟ رأيين لا إيه؟ استراب بين معتقدين. والضمير في قوله وهو اللي هو في الحقيقة إلى آخره للشك، بمعنى الأمر الحاصل عنده لا بالمعنى المتقدم ففيه استخدام. وعارفين الاستخدام انه يعود على الكلمة الضمير بمعنى اخر لا بالمعنى الاول، ده اسمه ده في البلاغة اسمه ده ايه؟ استخدام. ومرة ضربنا له مثال زي نزل السماء والأرض
قوم رأيناه. إذا نزل السماء بأرض قوم. السماء هنا إيه؟ مع معناها المطر، السحاب، المطر. طب رأيناه يعني إيه؟ النبات. النبات. يبقى أعاد الضمير عليه بإيه؟ بمعنى آخر. زي فمن شهد منكم الشهر فليصم. المراد بالشهر الهلال، مش كده؟ فليصم يعني الأيام. وأنت حصوم الهلال؟ يبقى أعاد الضمير، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كيف يصام الهلال؟ لا، ده اعاد عليه بمعنى اخر اللي هو بيسموه ايه؟ استخدام. تعاقب رايين اي معتقدين، اي ايه؟ حدوث راي بعد راي، وليس عنده شك ان الذي حصل له اولا راي فجزم به، ثم حصل له راي اخر فجزم به بعد ان كان جازما بالاول، لأن الشبهة تنتج الجهل، وكلا الأمرين باطل. هذا حاصل كلامه. وقد يقال عليه: لا نسلم أن الناظر في شبهة بعد نظره في أخرى يحصل عنده دائما تعاقب رأيين. يعني مش ده دائم، مش يعني أمر مضطرد منعكس، بل تارة يكون الحاصل عنده ذلك اللي هو أشار إليه اللي هو تعاقب رأيين، إذا ذهب الأول. يعني إذا ذهب الرأي الأول بعد أن كان جازما به، عشان كده سماه رأيين، قال عليهم معتقدين أنه جزم به. وخلفه الثاني، يعني الرأي الأول أنا كنت معتقده، معتقد في هذا الرجل الصلاح والتقوى، ثم تبين لي خلاف فتعاقب رأي آخر فنفيت الأول، هنا تعاقب إيه؟ رأيين. وتارة يكون شكا إذا طرأ الثاني على الأول في وقت واحد، يعني لما يكون بالتعاقب ده ورده يبقى إذا تعاقب رأي، إنما إذا كانوا في نفس الوقت يبقى ده إيه؟ شك. يبقى الشك لازم يكون الأول لسه باقي ما راحش، أما إذا كان ذهب فلا يكون إيه؟ شك، لأن الشك لازم يكون إيه؟ والاستراب، الاستراب والشك واحد. وقوله وأما، وقوله ما احتجوا به أيضا. قال الشارح: وما احتجوا به أيضا من أن الشبهة لو كان لها ارتباط بعقد معين لكانت دليلا، والتالي باطل، لأن حقيقة الشبهة ما اشتبه أمرها على الناظر فاعتقدها دليلا وليست بدليل، فلا يلزم جواز اشتراك المخالف. فلا يلزم لا مش كده يا شيخ محمد، فلا يلزم لي جواز. ايوه، فلا يلزم لي جواز اشتراك المختلفات في بعض اللوازم، يعني يكونوا مختلفه ويبقى لهم لازم واحد. فإن الدليل يفارق الشبهة وإن اشترك في صورة النظم. يعني في صورة النظم الدليل والشبهة واحد في الصورة، فإن مقدمات، لكن الدليل يفارق الشبهة. ليه؟ مقدمات الدليل ضرورية يقينية تنتهي إلى إيه؟ إلى الضرورة، والشبهة ليست كذلك. يعني عارف لو كان النصارى عندهم دليل على صلب الإيه؟ المسيح، يبقى حينتهي الى ايه؟ الى المشاهده، مش كده؟ الى ما هو ضروري، المشاهدات والحسيات والايه والمجربات، الحاجات الضروريه. لكن لما تيجي ايه تدقق معاهم تنتهي الى ايه؟ الى شيء نظري، الكلام اللي اخبرهم به الرجل. انما هل انتهوا الى مشاهده الصلب؟ هل لمسوا ذلك؟ هل شافوا الجثة وهي مصلوبة؟ لا، ده كل ما في الأمر إنه إيه؟ ألقي الشبه. وذا قال تعالى: وما قتلوه وما ولكن شبه. هاي اللي عندهم شبهة ما عندهمش دليل. وبعدين ليه شبهة؟ كمل كده الآية: ولكن شبه لهم إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم. ما فيش يقين، يقين إلا الظن،
وما قتلوه يقينا، يعني ما فيش دليل. نعم. انما تقعد تقول له مين اللي قال لك فلان؟ طيب فلان شفت؟ لا والله انا فلان ده رجل صالح ما يكذبش. سيبك من كلمه ما يكذبش، تعال يا رجل صالح شفت؟ يقول لك يا اخي ده حاجه يعني هي عاوزه يشوفوها دي. المهم شفت وانا ما شفتش، ما تلقاش يستطيع انه يقول ايه راى ذلك. ولذلك قال ده ناس ايه عندهم ايه شك وعندهم ايه شبهه، لانه راحوا يريدوا قتل المسيح، فالرجل اللي دلهم عليه الخائن دلوا يهوذا الاسقريوطي، اول ما دخل ربنا القى عليه، شوف العقاب شبه مين؟ سيدنا عيسى، الرجل خائن. فلما طلع تعالوا هاتوا اقتلوه، قال مش انا عيسى، ده انا الرجل اللي انتوا باعتيني. طيب انت مش اكدت لينا انه عيسى جوا في المكان ده؟ دخلوا جوا ما لقوش حد. طب احد امرين اجت هنا ايه تعارض الرايين هنا، حاجه من امرين لا ثالث لهما، اذا كنت انت مش عيسى طب عيسى فين؟ خلاص كده. واذا انت كنت عيسى فاين صاحبنا؟ يعني في الحالتين مقبوض عليك، ما هم فيش غير واحد، فين الثاني؟ بل رفعه الله اليك. فإن الدليل يفارق الشبهة، وإن اشترك في صورة النص فإن مقدمات الدليل ضرورية أو تنتهي إلى الضرورة والشبهة، يعني يا إما ضرورية يا إما نظرية تنتهي إلى إيه؟ إلى الضرورة والشبهة ليس كذلك. فإحنا هنقف عند نبدأ الدرس القادم من أول، واعلم أن للنظر في الشيء أضدادا، هنسميه كده نعمل له عنوان كده أضداد النظر، بس نكمل المرتبط بالإيه بالحاشية، بس الدرس اللي قادم بعنوان إيه؟ أضداد النظر، يعني النظر له إيه؟ أضداد، أضداد عامة وأضداد خاصة، يعني أضداد تخصه وأضداد إيه؟ تعم. قال المحشي قوله وما احتجوا به إلى آخره، أي على أن فاسد، أي على أن فاسد المادة لا يستلزم الجهل. قوله الفاسد يعني هو بس موجود في نسخة ثانية، لما النسخة اللي فيها يعني هي موجودة في المتن فوق بس مش موجودة في الشرح. مادتي هذا هو المراد هنا، مش هو بيقول كده هات كده من فوق من سن فين وما احتجوا به ايضا من ان الشبهه لو كان لا، والتالي باطل لان حقيقه الشبهه لا. يبقى فين كلمه الفاسد؟ قوله الفاسد فإن الدليل هو ما احتجوا به أيضا من أن الشبهة، من أن الشبهة اللي هي المعتمدة على النظر، لا هذه كلمة الفاسد بيقول لك أي لمادته هذا مش موجودة فين؟ ليست موجودة في نسخة الشرح التي بأيدينا. يعني الكلام ده من كلام الشيخ إيه؟ السنوسي، لكن بيقول مش موجودة في النسخة اللي معانا، موجودة في نسخة أخرى. ماشي. هو حش عليها وهي غير موجودة. فالمفروض طالما مش موجودة ما يجيبش حاشية على حاجة مش موجودة، بس موجودة في نسخة ثانية. ماشي، يبقى مش هتخسر. هذا هو المراد هنا دون الفاسد الفرادي. قوله بإيه؟ أداه موجودة دي. من أن الشبهة لو كان لها ارتباط به بعقد معين، بعقد يعني اعتقاد، معتقد معين وهو الباطل، وسماه عقدا لأنه يعتقد، يعني الباطل يسمى عقيدة ويسمى دين، كما قال الله تعالى في سورة الكافرون لكم دينكم، فسمى الشرك والكفر سماه ايه دينا، وقال عن غير الاسلام سماه دينا، ما يبتغي غير الاسلام دينا. الله اكبر الله
بعقد معين مش كده؟ اي اعتقاد، اي معتقد معين، بل بعض يسمى ايه اعتقاد ويسمى دين اله، وسماه عقدا لانه ايه يعتقد. وقوله هو التالي باطل، فن التالي اللي هو ايه؟ لكان الدليل، لكان الدليل هو ده التالي، والمقدم لو كان لها ايه ارتباط، وده باطل اللي هو كونها ايه دليل. فالمقدم اللي هو ان لها ارتباط بعقد معين باطل ايضا، لانه ما بني على باطل فهو ايه باطل. عرفنا بين المقدم وبين التالي. فقوله لان حقيقة الشبهة ما اشتبه امرها على الناظر، يعني حقيقة الشبهة ايه معنى الشبهة؟ يعني ما اشتبه امرها على الناظر. التعليل ده دليل، الدليل للاستثنائية. فين الاستثنائية؟ محذوفة الاستثنائية اللي هي ايه الشرطية، لو كان لها ارتباط بعقد معين لكانت دليلا، لكن ليس لها ارتباط بعقد معين لأن فهذا بيعلل الاستثنائية المحذوفة، مش كده؟ قوله وليست بدليل، فاعتقدها يعني اشتبه الأمر، يعني مسكين الناظر كتر خيره اشتبه عليه أخي، زي واحد فاكر انه بيقرا في المائدة فراح للانعام او راح لدرجة ليه، راح ليه الرجل حصلت له اشتبه الحفظ في متشابهات، فهو ظنها ايه دليل كتر خير، يبقى فاعتقدها ايه فاعتقدها دليل وليست بدليل. طب لماذا هي ليست بدليل؟ لان المقدمات كاذبة، ولا يكون الدليل دليلا الا اذا كانت المقدمات صادقة. وليست بدليل، فلا يلزم ايه، فلا يلزم ايه يعود على ايه؟ يلزم ده جواب قوله ومحتاج. ماشي، الجواب ده لا يلزم ليه؟ لجواز اشتراك الايه المختلفات في بعض اللوازم، يعني يجوز ان تكون حقيقتان تشتركان في لازم واحد ايجابي او سلبي. ضرورة جواز كون شيء اعم من شيء، ما دامت يصدق على العام حيندرج فيه الايه الخاص، يبقى هو هنا الحقيقة ده غير حقيقة ده، لكنه مشتركة في ايه في لازم، سواء ايجابي او سلبي. مش قلنا نفي الاعم يستلزم نفي الايه الاخص؟ كون شيء أعم من شيء يصدق عليه وعلى غيره، كاشتراك الإنسان والفرس في الحيوانية. شوف كده، اشتراك الإنسان والفرس في الحيوانية، يبقى احنا قلنا الحقيقتان تشتركان في لازم واحد سواء كان إيجابي أو إيه سلبي. إيجابي زي اشتراك الإنسان والفرس في الحيوانية، وسلبي زي نفي الحجرية عنهما، عن الفرس وعن مين؟ فهو حقيقة الفرس اشتركت مع حقيقة الإنسان في لازم سلبي اللي هو نفي الايه الحجرية، واشتركتا في لازم إيجابي وهو ايه الحيوانية، مع تباينهما في أنفسهما اللي هو الإنسان والايه والفرس، ومع ذلك اشتركا في ايه في لازم إيجابي وفي لازم سلبي، مع انه في تباين. يبقى ممكن يكون حقيقتان متباينتان ويشتركان في لازم واحد ايجابي او ايه او سلبي. خلاص كده، فلا يلزم. عشان كده خبر ما في قوله وما احتج، قوله لجواز اشتراك المختلفات في بعض اللوازم، يعني ايجابي او سلبي. ايوه، حيث جاز مش كده اشتراك المختلفات في بعض الأمور، فلا يلزم من ارتباط الشبهة بعقد معين أن يكون دليلا لجواز اختلافهما. اختلافهما بين الشبهة والدليل، لكون الدليل مقدمات سابقة والشبهة مقدمات سابقة، ويجب أن يشترك في استلزام النتيجة. مش كده؟ قوله ممكن يشترك زي ما قلنا، نعم؟ ماشي.
بس ممكن تكون مقدمات كاذبة وتصدق أو بعضها صادق وبعض اللي هو مشكلتها في عدم الاستطراد. خصوص المادة، خصوص القدر المادة. بدل ما يقول ان اشترك في صورة النظم الاولى كان يقول وان اشترك في الدلالة على عقد معين. هنعمل ايه؟ نقرأ في سكتات مقدمات الدليل علة لكلمة ايه؟ يفارق، يعني الدليل يفارق ليه؟ الشبهة. فإن مقدمات الدليل علة ليه؟ ليفارق. وقوله ضرورية إلى الأولى أن يقول فإن مقدمات الدليل صادقة ومقدمات والشبهة ليس كذلك، يعني وحينئذ بعد التنسيق ده لا يلزم من ارتباطها بعقد، ارتباط شبهة بعقد معين ان تكون دليلا. الله